بما اننا خلاص في الامطار الاخيره من ايام الميركاتو الصيفي وخلاص كلها ايام وبتقام قرعه الدوري العام للموسم الجديد يوم الاحد ان شاء الله، من الواضح زي ما كنا بنتكلم على مدار الحلقات اللي فاتت ان انت على موعد مع مسابقه قويه جدا، لان انت التدعيمات هي اللي بتقول كده مش انا اللي بقول كده. لما تيجي تبص على الانديه في الدوري المصري وكل واحد مدعم بشكل عامل ازاي والمقابل المادي او الميزانيه اللي مصروفه على التدعيمات، هتقول ان انت داخل على مسابقه قويه جدا. لما تيجي تشوف الاهلي الزمالك بيراميدز المصري بورسعيدي فيوتشر فاركو سيراميكا، كل دي فرق بتقول ان انت داخل على مسابقه قويه جدا والكل متحمس بشكل كبير جدا، واكتر من فريق على فكره مدعم بشكل قوي، كل واحد شايف ايه هي احتياجاته الفنيه. في فرق مدعمه لحد 17 و18 صفقه، وفي فرق تانية مدعمه بثلاث اربع صفقات على حسب كل واحد مدعم بشكل عامل ازاي وكل واحد احتياجاته شكلها عامل ازاي، عشان يكون عارف هو داخل على موسم عايز ايه وطموحه ايه في الموسم، لان انت هي بتختلف بشكل كبير من كل فرقه. هو فرقه طموحها انها تنافس، فرقه طموحها انها تكون موجوده في المربع، فرقه طموحها انها تفضل بس متواجده في الدوري المصري لموسم تاني. فهو كل فريق على حسب طموحه شكله عامل ازاي وعلى اساسه بيبتدي بيدعم بصفقات هو محتاجها. امبارح بالليل يمكن تناول البعض صور للبنيني سامسون اكنيولا لعيب القادم لنادي الزمالك لعيب كاراكاس، وصور خلال وصوله لمطار القاهره تمهيدا للاعلان عن تعاقد نادي الزمالك معاه بشكل رسمي، بعد طبعا ما خضع اللاعب للكشف الطبي. واكد امير مرتضى منصور ان الصفقه تكلفت 900,000 دولار على دفعات حتى عام 2023، مشيرا الى ان راتب اللاعب هيكون 350,000 دولار سنويا، وهيتم قيد سامسون اكنولا تحت السن، لان كان في كلام كتير ان هو مش هيتم قيده تحت السن، ولكن خلاص الراجل بيوصل مطار القاهره. لسه الاعلان رسميا من قبل مجلس اداره نادي الزمالك ما تمش، ولكن خلاص لما بتيجي كده في صفقات وفي حاجات بتبين اللي هو راجل جه القاهره فابتدت الناس تقابله اجرى الكشف الطبي، فاعتقد في خلال ساعات هيكون الاعلان بشكل رسمي عن سامسون اكنولا واحد من صفقات نادي الزمالك الجديد.